السلام عليكم ورحمة الله أسئلة رياضيات للصف الرابع الابتدائي أسئلة امتحان نهاية السنة امتحنوا بها المتابعين إن شاء الله تستفادون من عدها رياضيات رابع ابتدائي سؤال أول يكون قرب العدد لأقرب ألف تخلون تنزلون ثلاث صفارة وتقربون التسعة يعني الاثنين تطل التسعة اه تقولون ما تنطي فتنزلون العدد وثلاث صفارة وحول الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري سبعة على عشرة يطلع صفر عدد صحيح وسبعة بالعشرة والقسمة تقسمون والمضاعفات تضعفون العدد أه وبعد شنو أه جد خمسة مضاعفات العدد ثلاثة يعني تضاعفون ثلاثة ثلاثة وعلامة أكبر أو أصغر يعني هسا هاي اثنين عدد صحيح وخمسة وأربعين تخلون علامة أصغر من اثنين عدد صحيح وستة وأربعين جد عوامل العدد ستاعش آه عشر عوامل العدد ستاعش الواحد والاثنين والأربعة آه والثمانية والستاعش آه عشر جد كسر مكافئا آه للكسر واحد على ثمانية تسوون كسور يعني اثنين متكافئة وأرض مربعة الشكل طول ضلعها يساوي 12 فما محيطها أه تكتبون القانون وتسوون الحل وهنا جمع الكسرين ثلاثة على عشرة زاد واحد على عشرة أه تنزلون العشرة لنامت وحدة المقامات وتجمعون ثلاثة زاد واحد ثمانية كيلو متر كم أه متر قدرنا ناتج بالتقريب إلى أقرب ألف أول مرة تقدرون تقربون وبعدين الجمهور وهنا تحولون العدد الكسري إلى كسر اعتيادي ثلاثة عدد صحيح واثنين على ثلاثة الضربون ثلاثة في ثلاثة تسعة زائد اثنين تسعة عشرة دعش أوجدنا تج الضرب عملية الضرب وصنف الزوايا طبعا أول زاوية هي زاوية حادة الثاني زاوية هي منفرجة الثالث زاوية هي زاوية مستقيمة والرابع زاوية هي زاوية قائمه